صباح الخير عليكم اخوتي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ الصحه مزيانه؟ مرحبا بكم معايا مره اخرى، فيديو جديد وجوله جديده من مدينه طنجه. القي التحيه، اتمنى تحيتي ان تجدكم في احسن الحال والاحوال. لنا عوده نمول مدينه طنجه. كنتمنى الجوله ديال اليوم تكون خفيفه وظريفه على القلوب ديالكم، وما تنساوناش من الدعم والتشجيع فضاميركم وليس امرا. المهم اخوتي، الناس كيصوروا الحوانه وانا كنصور لكم الحوايج، بلاتي شويه باش بلا ما تعصبوا توصل العيد. المهم اخوتي، باش ما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو مع الجوله ديال اليوم مع الشكيلات ديال البيتات. هاتوا لي الكفاز صباح عندي تحس وقت هو عند الحواله صافي. مرحبا بكم معايا اختي مره اخرى من مدينه طنجه. كما كتلاحظوا معايا هاد البصادي اللي كنتواجدوا فيها، دابا غندخلوا للمول، ولكن كنتواجدوا بالجنب ديال المحطه الطرقيه ولا المحطه ديال القطار، المحطه الجديده. كما كتلاحظوا معايا هنا كنلقاو واحد الرومباني اونفاس مع اوتيل هيلتون. من بعد اختي غندخلوا داخل المول ونشوفوا التدخيله ديالو كيعملها. دائما كيبدلوا فيه الديكورات على حسب المناسبات. ايوا خوتي، كاين هذا الديكور هذا صراحه مزيون طبيعه الحال، اللي بغى ياخذ شي تصويره يعني يمكن له ياخذه. وكاين يعني مجموعه من الديكورات، كاين هذا صراحه، كاين الديكورات اللي هي مزيونه. دائما يبدعون في تزيين المكان. ايوا خوتي، هانتوما كتشوفوا معايا، ومن بعد غندخلوا من احدى المحلات التجاريه المتواجده بالمول. بالنسبه للمول كنلقى فيه مجموعه من المحلات التجاريه، يعني لي مارك اللي هي عالميه، وسواء احذيه او لا. خوتي كما كتلاحظوا معايا، كدي جوج ديال لي زارتيكل الثالثه كيلقصوا لك عليها 50%، يعني كاينوا التخفيض. التخفيضات يعني كاينه مختلفه على حسب يعني المحل اللي كتدخل له، دائما كتلقى لي صول. وانا خوتي كما كتلاحظوا معايا، واحد المحل ديال الفيسات ديال وليدات الصغارين. بالنسبه لهذا المحل هذا بروموسيون ديال 20%، هذا عامل واحد البطاقه اللي بغا كيشري منه مثلا، كيعمل بطاقه سنويه نصف الخيرات 50 درهم، كينقصوا لك 20%، وكان التخفيض ديال 20% يعني كتنقصوا لك من البياسة 40%. بالنسبة لهنا هذا محل واحد آخر دخلنا الليلو، كاينين هاد الفليتات هادو 210 دراهم، كاينين هادو، يعني كاينين مجموعة من الأشكال ديال الفليتات وعلى حسب السن. وبالنسبة للأسمنة يعني مختلفة، هاديك 59 درهم. ثم كتلاحظو معايا واللوينات بطبيعة الحال، أي واحد واللون اللي كيعجبو. بالنسبة للأسمنة كتلقى بعض المرات الثمن في المتناول، بعض المرات صراحة كتلقى الثمن اللي هو خيالي. بالنسبة هادو يعني لباس صيفي كتلقى غالبا بقلم من عام الفايت، لا يعني كيخلو السوق باش كيدخلو سلعة جديدة من الصيف. تما كتلاحظوا معايا اللوينات اللي كاينين، كاين الوردي، كاين اورانج، كاين اصفر، يعني الوان مختلفه. هنا لي السراول كما كتلاحظوا معايا، مادام يعني قرب الوقت ديال البحر، كتعرفوا بان كيستعدوا للبحر استعدادا يعني فصل ديال الصيف، لباس يكون يعني مناسب للبحر. بالنسبه لهنا خوتي، شفت هذا هاد الفيسة هادي، هاد الفوقاني كما كتلاحظوها معايا مزيونة في اللون البويض، وخا اللون البيض صراحة دغيا كيتوسخ. هانتوما كتشوفو بالنسبة للثمن، بطبيعة الحال غنتعرفو عليه، وكاينة هادي في الحمر يعني مع فاضياتهم. بالنسبة لهاد الفالدة 149 درهم، يعني فالدة وشرط في نفس الوقت، كيجيو صراحة مزيونين في اللبس. هذا يعني تيشرت واحد اخر في اللوين احمر، الثمن ديالو 80 درهم، 90 درهم عفوا. وهذا واحد اخر يعني بالنسبة هادو اقل من 3 سنين، 79 درهم، كاين يعني دعام عماين. وهذا حتى هذا كيجي صراحة مزيون في اللبس، 179 درهم، مع ان الثمن شوية مرتفع بالنسبة يعني
البياسة، هذا في الكحال 149 درهم. الأغلبية لاحظت أنا ملي كنمشي تشري فليطات كتلقى في 11، هما صراحة مزيونين، ولكن بالنسبة للوليدات إلا بغاو يدخلوا مثلا غير من المرحاض خاصك تزولو الفلطة كاملة، هذاك هو المشكل. هذا زهد مزيون ولكن 248 درهم، يعني الثمن شوية مرتفع. هنا كاين لي تي شورت كما كتلاحظوا معايا 99 درهم. كما قلت لكم بعض المرات كتلقى شي حاجة يعني في المتناول، بعض المرات كتلقى يعني المبلغ كيكون صراحة مبالغ فيه نوعا ما، لأن كتشوف واحد البياسة عادية ولكن الثمن مرتفع 349 درهم. هاد الكسوية هادي ثم كتشوفوها 349 درهم، هادي في الليضة كما كتلاحظو معايا. نشوفو الثمن ديالها 299، يعني فرضا إلا ديتيها بوحديتها 300 درهم، وعاد تشري لها بودي أو لا قميجة أو لا شي حاجة، وعاد تصبط يعني طيح ليك اللبسة غالية. هادو بيسات وحدين اخرين، يعني كاين اكسسوارات موجودين كسوات والموديلات يعني متنوعة، ولكن الثمن كتلقى اكثر من 300 درهم، يعني قليل البياسة اللي كتلقاها ناقصة 100 درهم، اغلبية كتلقى اكثر من 100 درهم. هادو 99 درهم. كاينين بعض الفياسات يعني مشى الوقت ديالهم يعني ما عاد تحتاج تمشي الا الى بغيتي تشريهم وتحطهم في المريون العام الماجي، 299 درهم. هذه في البياض كما كتلاحظوا 99 درهم، بالنسبة يعني 149 درهم هاد الليبيسة هادي، يعني أثمنة شوية 279 درهم. هاد الشورت هذا ديال الجين هادي عند المحبين ديالها، هادي غيكون صراحة كيكون 129 درهم بالنسبة يعني للأثمنة مقارنة بالقدرة الشرائية، يعني كاين ارتفاع في الأسعار، يعني خصوصا دابا الإنسان العيد وهذا الصعيب أنه يتكسى. هادي مزيونة عجباتني، هادي في الليضة وديك الفوقانية ديالها 249 درهم. هنا في المحلات بحال هادو الحاجة اللي مزيونة فيهم هما كتلقاهم يعني مقدي للبسة، ما كد تحتار شي او لا ما كد تخش مني كتمشي تشري، كتلقى قميجة مثلا مع سروال او لا مع فالدا كسوة مع شي بودي، يعني كيمشي داكشي يعني مواتي بعضياتو كيسهلوا عليك المأمورية. هذيك هي الحاجة اللي مزيانه. وصب بالنسبة يعني اللبسة ملي كديها كيكون التساوي ديالها مزيون، 129 درهم، يعني كيكون التساوي ديالها مزيون مقارنة مع بعض المحلات. الصراحة كتشري الحاجة كتصبنا التصبينة الأولى صافي كتحبب وكتكرفص ما كيبقى فيها ما يتسلبس، هذاك هو المشكل. هذه 199 درهم ثم كتلاحظو معايا خوتي. صراحة كاينين حويجات مزيونين وكيتيرو أنا انتباه، 299 درهم. وهيدا احنا كنكملو الجولة ديالنا. اللون الابيض اللي فيه قبيح كيبان فيه الوسخ، هذيك هي الحاجة اللي قبيحة فيه، اما البقية صراحة كيعطينا نشوفة ومزيون. بيسة هذه كما كتلاحظوها هي يعني كيف الديكور ديالها مزيون، الثمن ديالها 149 درهم. المهم هذا محل كيتواجد في المول ديال اونفاس مع لاكال ديال سرام ديال الخضار طونجي سيتي. في مجموعة من المحلات كاينه السويكيكي مروة ديكاتلون، كاينه مجموعه من المحلات التجاريه اللي هي معروفه. وايضا الا بغيتي تشري شي حاجه شي اكسسوار سيكان صبابط صراحه كلشي متوفر. كاينه بعض المرات كتلقى لي سولت صراحه مزيونين، وكتلقى يعني هميزه وشي حاجه يعني كتكون في المتناول، بعض المرات كتلقى حاجه يعني طالعه في الثمن. هذه بحال بحال في اي محل، مهم هنا اهم حاجه كدي شي حاجه اللي هي كاليتي وشي حاجه اللي هي مزيونه.
تسمى كنلاحظو معايا مع بعضياتهم، ولكن إلا جيتي تقارن عاد القاضي 200 درهم وشي حاجة، وهاديك 179 درهم مع 249 درهم، يعني عطاح لك تقريبا 400 درهم لبيصة. المهم هانتوما كتشوفو هادي هي الجولة خوتي ليا اليوم، كنتمنى جولة تكون خفيفة ظريفة على القلوب ديالكم. ما تنساونيش من الدعم والتشجيع فضلا منكم والإصرار أمرا، كنحاول دائما نوع شوية في المحتوى صراحة، قلة ديال التفاعل والقلة ديال المشاهدات، ولكن رغم ذلك نحاول. بالنسبة لواحد الأخت طلبت مني صور لا ليبارطومو ديال السكن الاقتصادي اللي كيتواجدو على البحر، إن شاء الله غير نخرج كون عندي الوقت في الوقت ديال العطلة ونشوف لك ليبارطومو ديال السكن الاقتصادي اللي كيتواجدو على البحر ونصورهم لك إن شاء الله يا رب. كاينين يعني السكن موجود وواحد بالثمن ديالو، ولكن ان شاء الله انا نشوف لك شي حاجه اللي قريبه على البحر. المهم انا كما كتلاحظوا معايا خوتي كنكملوا الجوله ديالنا من داخل اسوار مول مدينه طنجه. هذا 300 درهم وشي حاجه. المهم هذه يا خوتي هي الجوله ديال اليوم. صراحة الوقت صعب، ولكن في الخرجة لقيت هاد الوريضات هادو، هاد الديكوراسيون، هاد النونس وهاد الوريضات وهاد النونس هدايا. واحد المنظر اللي هو مزيون ومثير كيما كتلاحظو معايا بالنسبة للورد، ورد طبيعي لي بوكي مزيونين ومقادين، مع داك الإضاءة كيعطي واحد المنظر اللي هو رائع رومانسي. كما كنلاحظو معايا يعني المزج بين الألوان، ودائما يعني الألوان كيعطيو الحياة وكيعطيو التفاؤل وكيعطيو يعني التشبث بالحياة أكثر فأكثر. لبينة تجميلة ورائعة وريضات هدية لكل متتبع ومتتبعات قناتي. ويما خوتي وصلنا لهنا، باش ما نطولش عليكم ونودعكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء اخواني اخواتي، باي باي. ما تنسوا ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتشتركوا في كل شيء، احنا كنبغيوكم كاملين. يلا زيد. عرفتي كانت ماما كتصورة ديال الى اللي ناقص 50 درهم، هذاك لا تيتي حتى 100